السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من أحداث وأصداء التي سنخصصها للتطورات الأخيرة في سوريا، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن تنظيم الدولة لن يسقط في سوريا والعراق ما دام الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وأضافت أن قصف النظام السوري لشعبه بالبراميل المتفجرة وغاز الكلور يشجع المقاتلين الأجانب على التدفق على سوريا لمقاتلة نظام الأسد. من جهة أخرى، أعلن مجلس التعاون الخليجي عن مؤتمر للمعارضة السورية قريبا في الرياض لرسم ملامح مرحلة ما بعد الأسد. وعلى الأرض، يقوم حزب الله في البقاع اللبناني بحشد وتجنيد أنصاره لخوض معركة القلمون السورية ضد المعارضة بعد مقتل 3 من قياديه العسكريين على أيدي مسلحي المعارضة السورية. تأتي هذه التطورات بعد أن صارت فصائل المعارضة السورية المسلحة قاب قوسين أو أدنى من قصور بشار الأسد الرئاسية بدمشق، لسيما بعد العملية الأخيرة التي نفذتها المعارضة عن طريق عملية انتحارية نفذها صاحبها بدراجة نارية في منطقة ركن الدين في دمشق وعلى بعد أمتار من القصر الرئاسي لبشار الأسد. لمناقشة حيثيات وتفاصيل هذا الموضوع اليوم، يسعدني أن أستقبل وأرحب بالدكتور وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان من لندن. أهلا وسهلا بك السيد وليد سفور. أهلا وسهلا. دكتور، هل لك قراءة في تصريحات ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة من أن لا يمكن هزم داعش أو تنظيم الدولة إلا بعد إسقاط نظام الأسد؟ الحقيقة هذه كلمة حق قيلت متأخرة من قبل الإدارة الأمريكية، لأنهم في البداية عندما أعلنوا الحرب على داعش وأصبحوا يقصفونها قالوا الحرب على الإرهاب أولا، ونسوا أن مصدر الإرهاب والذي ساعد على توليد داعش إنما هو النظام السوري. يعني هذه قضية يجب أن لا تغفل، لكنهم بعد شهور وبعد أن فشلت كل أعمالهم في ضرب داعش رأوا أن يصدحوا بالحقيقة. الحقيقة أن مصدر الإرهاب في المنطقة وفي سوريا هو نظام بشار الأسد. بشار الأسد يقوم برمي البراميل المتفجرة على شعبه من جهة، يقوم كذلك بإحداث عناصر ومجموعات متطرفة لكي يقول أنا هو الذي يحمي سوريا من التطرف ومن الإرهاب. هذا ما يفعله بشار الأسد على طول الوقت، ولقد قال هذا الكلام منذ البداية لأنه كان عنده مخطط قصير المدى، متوسط المدى وطويل المدى في العملية الإرهابية داخل سوريا وفي المنطقة، وهو يورط الآخرين كما يورطونه، حتى أصبحت سوريا هي مسرح لحرب بالوكالة ولحرب إقليمية ولحرب عالمية تورطت فيها حتى روسيا وأمريكا ودول المنطقة من أمثال إيران وسواها. وبالتالي المسؤول الأول من أجل استقرار سوريا هو إزاحة بشار الأسد ونظامه والأفرع الأمنية ورؤوس قادة الجيش حتى يتم بناء مرحلة انتقالية تفضي بسوريا إلى مرحلة مستقرة ويعود الأمان إلى ما بعد استيلاء هذه الطغمة، إلى ما قبل استيلاء هذه الطغمة الحاكمة على أرض سوريا. هل هذا دكتور وليد يعتبر تغيرا أو تطورا في الموقف الأمريكي أم تناقضا؟ لأن نعرف أنه قبل شهرين في شهر مارس كان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أنه مستعد للتفاوض مع بشار الأسد لحل المعضلة في سوريا. أنا أعتقد، وهذا تحليلي، أن الإدارة الأمريكية تصرح حسب الموقف. نعم. عندما يتقدم الثوار يتطورون في خطابهم، عندما يتراجعون تتراجع في خطابها. هي بورصة بالنسبة لهم. يعني بورصة بالنسبة لهم، وهم يعملون كذلك على إطالة هذه الحرب وعلى استنزاف السوريين وعلى استنزاف المنطقة إلى أبعد حد
ممكن، هذا ما شاهدناه، يقولون شيئا ويفعلون خلافه. هل هذا قراءة من طرف البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية بأن العملية الأخيرة في ركن الدين كالعملية هذه الانتحارية عن طريق الدراجة النارية، كذلك تقدم الثوار الجيش الحر والنصرة إلى تخوم دمشق ودخولهم دمشق في بعض المناطق، هل هذا بعث برسائل جديدة للبيت الأبيض مثلا أو للخارجية الأمريكية؟ لا شك أن هناك تقدم يعني ملحوظ وهام جدا، سواء في الشمال السوري يعني تحرير إدلب وتحرير كذلك جسر الشغور، والآن الزحف باتجاه الجنوب والغرب يعني هذا، وأصبحوا على تخوم الساحل السوري حيث يعني الخزان البشري للموالاة لهذا النظام من جهة، من كذلك الضغط في الجنوب في دمشق، هناك في أعمال كثيرة جدا للثوار، و يعني هذه العملية ليست إلا يعني واحدة من العمليات التي تجري والتي تم تسليط الضوء عليها، لذلك يعني هذه وأمثالها كثير تدفع بالمراقب الغربي الذي يراقب الأمور إلى يعني أن يطور خطابه، لكن هذا الخطاب غير مستقر. نعم، هناك تطورات يعني كبيرة في المنطقة، وتدخل مجلس التعاون الخليجي بقيادة العربية السعودية لربما لإعادة الأمور إلى نصابها حسب تصور دول الخليج. في اليمن على وجه الخصوص تدخلوا عسكريين لأول مرة، يتدخلون عسكريين بقصف جنوني في عملية سميت بعاصفة الحزم وتلتها كذلك مرحلة لإعادة الأمل وغير ذلك. هل والآن مجلس التعاون الخليجي في لقائه الأخير يقولون بأنهم يحضرون لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض، هل من هذا، هل في هذا الدلالة لشيء ما يحضر للتدخل في الشأن السوري كما تدخلوا في اليمن مثلا؟ أنا لا أعرف يعني هذا الأمر عند جهينة الخبر اليقين، لكن إنما أقول أن هذه التحضيرات توحي بشيء إيجابي لمصلحة الشعب السوري. هناك كان يعني فرقاء عديدون على الساحة السورية، كل واحد منهم يعمل على انفراد، الآن مؤتمر الرياض يقصد منه تجميع المعارضة السورية وكذلك يعني محاولة فك العزلة المفروضة عليها في قضية التزويد بالأسلحة النوعية التي تستطيع أن توقف ما يقوم به نظام بشار الأسد من جرائم ضد المدنيين، ويعني من رمي بالبراميل المتفجرة وكذلك من استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحظورة، فإذا ما زودت فتستطيع أن تردع نظام بشار الأسد، وكذلك تستطيع أن إما أن تجلبه يعني مخفورا إلى طاولة المفاوضات، وإما أن تسقطه فعلا عسكريا. أبقى معي الدكتور وليد سفور، ينضم إلينا السيد سمير النشار ربما في هذه العجالة، عضو المؤتمر الوطني السوري من تركيا. بعد الترحيب بك السيد سمير النشار، كيف تقرون التحضيرات الأخيرة التي دعا إليها حزب الله من أجل ربما الحسم في معركة القلمون بعد مقتل 3 من قيادي العسكريين في سوريا؟ يعني الوضع العسكري في سوريا ليس في القلمون فقط، نعم، وإنما في أغلب المناطق السورية، نعم، لكن هو نعم، لكن يريد حزب الله ربما أن ركز كثيرا على القلمون باعتبارها نقطة استراتيجية في حساباته العسكرية داخل سوريا. بالتأكيد من هذه الزاوية حزب الله يعتقد أنه سوف يؤمن حدود لبنان، نعم، ورغم أن مشاركته في الحرب السورية هي التي ورطته في هذا الصراع وهي من جلبت المتاعب إلى لبنان. حزب الله الذي هو أداة إيران في المنطقة والداعم للنظام السوري، أعتقد أنه يحاول أن يحتل مناطق القلمون في محاولة لفرض سيطرته ومحاولة دعم النظام السوري في دمشق، لأن القلمون مجاورة وهي تشكل حدود مدينة دمشق. سقوطها واستيلاء الثوار تحريرها من قوات
النظام السوري ومن قوات حزب الله، يعني أن دمشق أصبحت على مرمى نيران الثوار، وأن الثوار بدأوا عملية اقترابهم من مدينة دمشق، وهذا يشكل خطر كبير على النظام السوري. لذلك حزب الله يضع كل إمكانياته وطاقاته العسكرية في محاولة لتأمين حليفه النظام السوري، ولذلك هي نقطة استراتيجية، إضافة إلى أن القرمون تشكل الحدود المشتركة مع لبنان، ليس فقط مع لبنان كوطن وكجغرافيا، وإنما مع مناطق نفوذ حزب الله في لبنان في البقاع، وهي مناطق مهمة لأنه هناك البيئة الحاضنة لحزب الله، لذلك ينظر إليها بمنظور استراتيجي لأنها سوف تؤثر على موقعه، ليس في دعم للنظام فقط وإنما في حضوره في لبنان وخاصة في البقاع. نعم، هل ظهور الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ مدة طويلة، ظهوره وكذلك تصريحه باعترافه تقريبا بسقوط الآلاف من الجنود السوريين في هذه المعارك، هل هذا دليل على أن الوضع يختلف عما سبق؟ جاء لكي يطمن أنصاره أو هناك أمر آخر من وراء هذا الظهور؟ أنا أعتقد أنه يحاول رفع الروح المعنوية وتبديد المخاوف من الهزائم التي ألحقت به على يد قوات الجيش السوري الحر والثوار في جميع المحافظات، وهو يحاول أن يجد ذرائع ليقول أنه يخوض آلاف المعارك، ولكنه لا يقول أن الشعب السوري في جميع المحافظات السورية هو الذي يقاتله وهو الذي يقصفه بالطائرات. بشار الأسد يحارب شعبه، يحارب في كل مدينة وفي كل بلدة، وبالتالي فأنا أعتقد أنه في ورطة حقيقية، خاصة في وسط تضاؤل الدعم الإقليمي له، لأن إيران كما أظن باتت تشعر أنه هناك استحالة بكسب المعركة بسوريا، وهو يخشى بشار الأسد من أن إيران تقدم تنازلات وتتخلى عنه في الفترة القادمة نتيجة شعوره بأنها تخوض معركة خاسرة. بشار الأسد هو في مأزق حقيقي، ربما الأشهر القليلة القادمة تتبين الصورة بشكل واضح أن بشار أسد لم يعد له دور في سوريا ولا في مستقبلها. نعم، إذا ما ربطنا الوضع السوري بالوضع اليمني، حسب ما يقول بعض المراقبين والمحللين يقولون بأن الانتصار في اليمن هو انتصار في سوريا، والانتصار في سوريا والانتصار في اليمن، والعكس كذلك، يعني كيف تفسر الآن تأثير الوضع اليمني ودخول قوة عربية هناك وتحقيق نوع من التوازن، ويبدو أن إيران أن بدأت تعي بأنها ستخسر المعركة في اليمن وستخسرها في سوريا كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك شروط مختلفة في اليمن عن سوريا. نعم. وإن كان من ناحية الحسابات الإقليمية والدولية هناك ترابط، لأن الأطراف الصراع الإقليميين هم نفسهم المتواجدين في سوريا نفسهم متواجدين في اليمن، ولكن أنا أعتقد سياق الأحداث في اليمن مختلف عن سياق الأحداث في سوريا، وهناك لاعبين أساسيين في الملف السوري خاصة اللاعب التركي، وهو لا غير موجود في الملف اليمني كما أعتقد. هناك بين مجموعة الدول الخليجية، مجلس التعاون الخليجي وإيران، هم الأطراف الرئيسيين في الصراع في اليمن وفي سوريا، من هنا موجود الترابط. أما في السياق الداخلي فأنا أعتقد أنه سياق مختلف اليمن عن سوريا. أشكرك شكرا جزيلا السيد سمير النشار، عضو المؤتمر الوطني السوري، كنت معنا من تركيا. أعود إلى الدكتور وليد سفور، ما دور تركيا الآن؟ يعني كانت دائما تنادي إذا ما أردتم أن نساعدكم في محاربة تنظيم الدولة فيجب كذلك أن نضع مخططا لإسقاط نظام الأسد، أو على الأقل تحييده، أو على الأقل أخذ بعض الضمانات من أنه لن يشارك في أي مستقبل تسطره القوى الدولية والمتحدة والإقليمية لسوريا في المستقبل. يعني الآن الأمور بدأت تتغير، لكن الموقف السوري
يعني بغض النظر عن ما تقدمه من خدمات إنسانية واستقبال اللاجئين، لكن يبقى سياسيا واضحا، لكن ميدانيا لم تفصل فيها يعني تركيا لحد الآن، يعني في رأيك؟ أنا أعتقد أن دور تركيا دور استراتيجي وأساسي، وهي تلعب دورا أساسيا في كذلك في احتضان المعارضة السورية، في توصيل كل ما يمكن أن يصل إليها من قضايا لوجستية تساعد الثوار على الأرض، معظمها يأتي من الحدود السورية التركية، ولكن هناك حسابات كذلك يعني دولية لا يمكن لتركيا أن تتغاضى عنها، فهناك مؤامرة كبيرة على تركيا تحيط بها سواء من الداخل ومن الخارج، ويريدون أن يورطونها كذلك توريطات كبيرة جدا، لا يعني قد لا تستطيع إلا بالنهاية أن يسقط نظام أردوغان، وهذا الأمر الحقيقة ليس من مصلحة الشعب السوري ولا من مصلحة الثورة ولا من مصلحة المنطقة بصورة عامة ولا من مصلحة الديمقراطية الموجودة، فهي أمل في المنطقة الديمقراطية. فنرى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري يقول إذا ما انتصرنا في الانتخابات القادمة سوف نعيد السوريين إلى أرضهم وسوف نغلق الحدود وسوف يعني نكون بصورة أو بأخرى إلى صف نظام بشار الأسد كما فعل يعني غيره من الأنظمة ولا نريد أن نسميها. نعم، هناك محتجزون عند المقاومة السورية وهم جنود لبنانيين، أهالي هؤلاء الجنود يتبرؤون من دعمهم لحزب الله ودعم للنظام السوري، وهم يناشدون جبهة النصرة والجيش الحر بأن يطلقوا سراحهم. وبالتالي أبقى معنا الدكتور، أبقى معنا أعزائي المشاهدين، نشاهد مقطعا مسجلا لأهالي هؤلاء المحتجزين اللبنانيين الجنود، ونعود بعده لتتمة مناقشة هذا الموضوع. أبو فعور ولا وليد بايك جنبلاط، نحن بنتمنى عليكم تدفشوا بهالملف للآخر وما حدا يتنحى عنه، لأنه إذا تنحيتوا عنه بتكونوا أنتوا مسؤولين عن أولادنا، وأنتوا اللي بتكونوا مسؤولين عن دم أبنائنا. شبابك يا دولة 10 أشهر احترمي حالك وعامليهم بالطريقة اللي عملتهم جبهة النصرة فيها، لأنه أنا طلعت ب 16/4 وشفت خيي وشفت الوضع اللي هو فيه، يعني عيب على هيك دولة تعامل شبابها اللي حميت لها ظهرها بهي الطريقة. وبالنسبة للحزب، نحن ما إلنا علاقة باللي أنت عم تعمله، ونحن طائفة شيعية، نحن فئة من هيدي الطائفة، نحن فئة من هيدي الطائفة، وما بدنا نتحمل مسؤولية اللي عم يعملوا الحزب بسوريا وباليمن، لأنه أنا موكلي بالدفاع عن أرضي لا عن اليمني ولا عن السوري. استحلفكم بالهودي الشباب ما خصهم لا بحزب اللات ولا خصهم بحزب شيطان ولا خصنا فيهم، ونحن طائفة شيعية متبريين من حزب الله قدام كل العالم، ورحموهم لهالشباب اللي معكم، رحموا بس دموع الأمهات ودموع الأطفال اللي ما عم بيناموا، لنا 10 أشهر بالشارع بس، ودولة كذابة ما عم تشعر فينا وما عم تشتغل على الملف، ما بدهم أولادنا يرجعوا، ما بدهم الشباب. ينضم إلينا السيد النقيب عمار الواوي، أمين سر الجيش الحر من تركيا. أهلا وسهلا بك سيد النقيب. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. مشاهدي قناة المغاربية، أهلا وسهلا بك. سيد عمار الواوي، كما ربما كنت تستمع لهذه التدخلات وهذه المناشدات من طرف أهالي اللبنانيين المحتجزين عند المعارضة المسلحة السورية، هل هذا يعني رغم أن الظرف خاص جدا لكن فيه تململ داخل يعني المجموعة الشيعية أو المكون الشيعي اللبناني الذي ربما كان يعتقد حزب الله الذي يحضر نفسه في البقاع الآن للدخول إلى القلمون لفصل أو الحسم في المعركة، يعني هم لا يجد السند المدني السياسي الكافي من طرف كل المكون الشيعي. أستاذي العزيز، وجهنا منذ بداية الثورة عدة نداءات إلى الحكومة اللبنانية وإلى حزب الله بأن يكفوا عن إرسال عناصرهم والقتلة إلى سوريا، ولكنهم أصروا على أن يكونوا مع نظام المجرم بشار الأسد، وكان
هناك عدة تصريحات حتى من قبل المجلس الوطني ومن الائتلاف ومن الدول والضغط من أجل الضغط على حسن نصر الله وعناصره، ولكنهم أصروا على أن يكونوا في صف المجرم بشار الأسد وقتلته. وما يفعلونه اليوم في جرود القلمون والمناطق يبرود هو تنفيذا لأوامر إيرانية لقتل الشعب السوري في سوريا. وما ظهر من فيديو للأسرى والجنود اللبنانيين هو من أجل الضغط على الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية من أجل كف يد المجرم حسن نصر الله وعناصره. ولكن حسن نصر الله أصر في بيانه ولقائه وخطابه ليلة أمس على الاستمرار في القتال في مناطق جنود القلمون. نحن أبناء الأرض ونحن قادرون على صد الهجوم وطرد المعتدين مهما كانوا وقتلهم إما في أرضنا أو إرسالهم جثثا هامدة إلى أهاليهم. نعم السيد النقيب عمر اللواوي، أنت رجل ميدان وتعرف جيدا التكتيكات والاستراتيجية العسكرية وما يحدث الآن في سوريا، يعني هل بإمكانك أن تعطي لنا ربما تقييما ولو ملخصا عن الإنجازات الأخيرة للمعارضة المسلحة السورية واقترابها كذلك من تخوم القصور الرئاسية ليس فقط دمشق وفي كل سوريا؟ الآن نشهد أن الوضع ربما الميداني يتغير بسرعة كبيرة، يعني كيف تقيم لنا هذا الوضع؟ تحرير جسر الشغور وإدلب ليس ما بعدها، بمعنى ما قبل تحرير إدلب وجسر الشغور يختلف عن ما بعد تحرير إدلب وجسر الشغور. الآن القوات والجيش الحر والألوية والتشكيلات الثورية المقاتلة على تخوم اللاذقية، كان هناك تحرير لعدة مناطق. جسر الشغور تعتبر المثلث الواصل بين اللاذقية وريف اللاذقية وريف حماة وأيضا ريف إدلب. هناك أيضا كان مباغتة من قبل الألوية والتشكيلات في مناطق قلمون وقتل عدد كبير من عناصر حزب الله وقتل قياداتهم لأكثر من مرة. بالأمس تم تعيين قائد تم قتله وتم تعيين قائد آخر تم قتله. هناك أيضا اشتباكات في مناطق درعا، هناك اشتباكات في حلب، وبالتالي هناك تقدم كبير للثوار. الأمس ظهر بشار المجرم يعترف بهزيمته في مناطق إدلب وجسر الشغور ويتوعد بإرسال الجيش لإعادة جسر الشغور. أنا أقول أن أمور الثورة الآن بخير والنصر قريب إن شاء الله. هل خسارة حزب الله في المستقبل فيما إذا خسر القلمون كنقطة استراتيجية، هل هذا يعني أنه خسر البوابة التي يخرج ويدخل منها بكل حرية باعتبارها متاخمة للبقاع؟ الحدود السورية اللبنانية حدود طويلة. نعم. تبدأ من العريضة في تلكلخ إلى القصير إلى جرود القلمون إلى الزبداني إلى وصولا إلى جبل الشيخ، وبالتالي هذه الحدود طويلة جدا جدا على التخوم السورية، لأن سوريا تحد لبنان من اتجاه الشمال ومن اتجاه الشرق. لذلك خسارة حزب الله في هذه المناطق هي خسارة استراتيجية، ولكن لديه عدة طرق يستطيع الدخول من خلالها إلى سوريا ودعم نظام المجرم بشار الذي لم يعد لديه مقاتلين، وبالتالي هو يستعين بعناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني وغيرهم من مرتزقة الشيعة في باكستان وأفغانستان وغيرها. نعم، كيف تقيم موقف إيران؟ إيران لحد الآن ما زالت تجدد دعمها اللامشروط للنظام بشار الأسد، وهذا ما ربما تجسد في تصريح يعني جددت، يعني المهم هي تجديد اللاريجاني لقد جدد الدعم اللامشروط لنظام الأسد رغم ما تتكبده أو يتكبده الحوثيون الذين لقوا كذلك دعما كبيرا من إيران. يعني هل تعتقد أن إيران ستستمر بنفس القوة في دعم نظام الأسد باعتبارها أنها ورقة خاسرة مثل ما هي كذلك راهنت على الحوثيين وعلى علي عبد الله صالح؟
السعودية وقوى التحالف العشري بدول الخليج قطعت يد إيران في اليمن، وبالتالي إيران لا تريد أن تخسر سوريا. لدينا معلومات أنه قد يتم إرسال 200 إلى 250 ألف جندي من حركة الثورة الإيراني إلى سوريا بعد فقدانه عدد كبير من المقاتلين بالنسبة للنظام السوري. وبالتالي إيران تريد أن يكون لها موطئ قدم إما في اليمن أو في سوريا، وخاصة بعد خسارتها الكبيرة في اليمن. لذلك هم يستشرسون ويدافعون عن نظام المجرم بشار، ليس دفاعا عن بشار شخصا ولكن دفاعا عن مصالحهم ومن أجل أن يكون لهم موطئ قدم. ولكن أنا أقول أن كل من يرسلون من إيران وغيرهم سيعودون جثثا هامدة أو سيكونون طعاما للكلاب في الأيام القادمة. الشعب السوري صامد وعناصره مقاتلون استشرسوا خلال 4 سنوات، أصبحوا يعرفون ما هو القتال وكيفية القتال مع هذه المرتزقة والعصابة المجرمة التي يرسلها بشار وإيران من مختلف الدول. أبقى معنا النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش الحر من تركيا، أبقى معنا، سأعود إليك بعد قليل إذا تفضلتم. أعود إلى الدكتور وليد سفور. دكتور وليد سفور، الوضع الآن، المعركة ليست فقط بين المعارضة السورية المسلحة ونظام بشار الأسد، كثير من يعني العناصر الإقليمية المدعمة لنظام الأسد بالدرجة الأولى تحارب إلى جانب النظام. أليس من حق المعارضة الآن كذلك؟ هم يقولون بأن حتى المعارضة فيها قوات، فيها يعني عناصر أجنبية جاءت للقتال، لكن ليس هناك دول يعني بذاتها أو كيانات شرعية قانونية قائمة رسمية بذاتها تدعم الثوار بصورة ميدانية عسكرية. لا نتكلم عن الدعم السياسي والمعنوي، يعني لماذا هذا التردد؟ هل فيه تخوف من أن تنقلب السحر على الساحر، أو من أن لا تنجح هذه الثورة وبالتالي تخسر شيء ما هذه الدول التي الآن تدعم سياسيا فقط الثوار في سوريا؟ يعني تجربتنا مع ما يسمى بأصدقاء الشعب السوري كانت تجربة مخزية بكل معنى الكلمة. في نفس الوقت الذين يقولون نحن معكم، نحن مع ثورتكم، نحن مع الحرية والكرامة، في نفس الوقت فإنهم يمارسون كل عملية حظر السلاح، حظر التدريب، وبعد ذلك يقولون سوف ندرب في أمريكا وسوف ندرب في تركيا وسوف ندرب في هذا المكان وفي هذا المكان، ويمنون. وكذلك يعني الوقت يمر ولا يحصل أي شيء من هذه الأمور. واضح أن هناك يعني سر، مفتاح السر هي أمريكا في هذا الموضوع، وأمريكا تريد من الشعب السوري أن يستنزف وأن يقتل وأن يكون ضعيفا، كل ذلك من أجل شيء واحد، من أجل أن يظل لإسرائيل سيطرة وهيمنة في المنطقة. وكذلك فإنهم يعني في نفس الوقت يدعمون نظام بشار الأسد سواء من ناحية اللوجستية أو من ناحية حتى الإغاثية. يعني أنا ذكرنا عدة مرات أن الإغاثة التي توجه عن طريق الأمم المتحدة يذهب حتى قبل ما يتخذ قرار في مجلس الأمن كان تذهب كلها عن طريق القنوات الرسمية، أي تذهب إلى شبيحة نظام بشار الأسد ولا يأتي منها. بعد ما اتخذ قرار فأصبح يدخل حوالي 35% منها، ثم بعد ذلك خفضت على الشعب السوري. هناك حظر على الشعب السوري، هناك دائما حتى يعني الدعايات التي نشهدها هنا في الصحافة البريطانية دائما حتى أصبح السوريون يعني شيء ملازم للإرهاب، وهذا خطأ فادح جدا. وكنا نتكلم مع السلطات البريطانية ونقول لهم لكن تجد أن هناك تصميما وهناك مفارقة بين الكلام وبين الفعل. ومحاربة تنظيم الدولة، هل هذا الآن صارت يعني تنظيم الدولة صار يعني كما نقول احنا حجر في الحذاء، يعني أن توضع كشرط لتركيا تحارب معنا تنظيم الدولة، وبعد ذلك ننظر في مسألة الأسد. تنظيم الدولة يستولي على بعض المناطق التي يحررها الثوار أو مسوى المعارضة المسلحة، حتى نبقى على بعض الحيادية.
الآن المتحدثة باسم الولايات المتحدة الأمريكية في المتحدة تقول بأن وكأنهم فصلوا في الأمر بأنه يجب أن يسقط نظام الأسد قبل محاربة تنظيم الدولة لأنه هو أحد الأسباب الرئيسية. هل هذا يعني ممكن في تصميم يعني في ظرف ما زالت تصمم فيه روسيا وإيران على دعم النظام السوري؟ وروسيا قوة عسكرية وقوة إقليمية كبيرة، يعني ليس من السهل أن تقارع، وخاصة في سوريا تعتبرها ربما أكثر استراتيجية من أوكرانيا. صحيح، لكن يعني كما يقال يعني أهل سوريا أدرى بشعابها، والشعب السوري الحقيقة يعني مصمم قبل أي شيء آخر على إسقاط نظام بشار الأسد، لأنه هو منبع الإرهاب، هو الذي ساعد على إنشاء داعش هذه، وهو الذي يساعد كذلك على إنشاء قوى أخرى متطرفة بعد ذلك يتسوق في سوق النخاس الدولية يقول أنا الذي يقضي على الإرهاب وانظروا إلى تجاربي الماضية، هكذا يسوق نفسه. والحقيقة سوقته أمريكا وسوقه الغرب، وأنا لا أريد أن أتكلم عن إيران لأنها هي يعني من صنعت هذا النظام البائس، ولا أتكلم عن روسيا لأنها هي التي تمده بالسلاح لقتل الشعب السوري وتمده بالمرامين المتفجرة. المرامين المتفجرة كان يصنعها محليا، الآن لأنه يقذفها بشكل يعني عشوائي ورهيب جدا أصبح يستوردها من روسيا. هل تعلم أن في شهر نيسان إبريل الماضي فقط سقط على مدينة حلب، مدينة واحدة، 850 برميل متفجر؟ معنى ذلك كم سقط على مجمل سوريا؟ أكثر من 3000 أو 4000 برميل متفجر. هذا الأمر النظام السوري عندما يستهدف كما ذكر تقرير منظمة العفو يوم أمس، يستهدف المساجد، 23 مسجد في حلب، الأسواق الشعبية، 14 سوق شعبي، يستهدف المدارس، 3 مدارس، يستهدف المستشفيات، يستهدف كل شيء له علاقة بالحياة. هذا النظام هو منبع الإرهاب، والشعب السوري مصمم على إسقاط هذا النظام مهما كلفه الثمن. كلفنا الثمن حتى الآن 250,000 مواطن، ونحن مستعدون أن ندفع 250,000 آخرين، وكلنا شيبا وشبانا وصغارا وكبارا ورجالا ونساء، من أجل أن يحصل الجيل القادم من الشعب السوري على حريته وكرامته. أبقى معي الدكتور وليد السفور. أعود إلى السيد النقيب عمار الواوي. سيد النقيب، الآن يعني تمت محاولات عديدة من أجل إحداث أو إنشاء منطقة عازلة آمنة، يعني حتى فيما يتعلق ب يعني الطيران الحربي السوري، لأنه يطلق أو يقصف بهذه البراميل العشوائية التي تقتل يعني وكأنها مثل العناقيد، مثل الأسلحة المحرمة. لماذا فشل المجتمع الدولي رغم كل التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش وكذا، يعني كثير من المنظمات، لكن هذا لم يثمر على أي عمل بإمكانه أن يحمي المدنيين من بطش ومن قصف طائرات النظام؟ اسمح لي أن أوجه تحية للأخ وليد صفور ضيفك الكريم. شكرا. أستاذي العزيز، لو أرادت الدول أن يكون هناك حظر جوي لكان الحظر منذ بداية الثورة. نعم. النظام تجاوز حدوده حتى على الحدود التركية، وكان هناك قصف ضمن الأراضي التركية لمخيمات أكثر من مرة، وبالتالي الدول لم تتخذ أي قرار للحظر الجوي. الشعب طالب بحظر جوي أو طالب بإرسال أسلحة مضادة للطيران لوقف قتل الشعب السوري بالبراميل المحرمة أيضا هي دوليا، كما السلاح الكيميائي محرم دوليا، ولكن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراء حيال ما يحدث رغم استخدام السلاح الكيميائي على الشعب السوري في الغوطة وفي غيرها. الآن النظام يستخدم غاز الكلور في مناطق قنيناس وترمين وغيرها، أيضا لم يتخذ أي إجراء. الشعب السوري للأسف
كان يعول أمل كبير على المجتمع الدولي كونه يتغنى بالحرية والديمقراطية، ولكن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراء حيال الشعب السوري وحيال الأطفال الذين يقتلون بشكل يومي. نعم، هل وجود إسرائيل بالمنطقة وخوف الولايات المتحدة الأمريكية على أمن إسرائيل من أن يتغير النظام الأسد الذي حمى هذا يعني حمى الحدود وحمى مصالح إسرائيل لعقود من الزمن ولم يطلق ولا رصاصة واحدة فيما يتعلق بهضبة الجلالة المحتلة، هل هذا يعطل كذلك المعارضة من أن تشتغل بكل حرية في المنطقة؟ هذا ما هو مستشف الآن من المواقف الأمريكية، فدائما هناك نقطة استراتيجية هامة وهي أمن إسرائيل. قد يكون هذا السبب الرئيسي، ولكن أنا أقول لك الآن الجيش الحر في الجنوب حرر معظم مناطق الجولان. نعم. ولم يكن هناك إشكالات على الحدود بين المناطق المحررة وإسرائيل. بالأمس كان هناك أيضا إرسال عناصر الأمم المتحدة المتواجدة قوات حفظ السلام إلى إسرائيل ولم يكن هناك خلاف، ولكن يعني نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري سواء بحجة إسرائيل أو بحجة الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران أو غيره. أنا أقول أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري المدني الأعزل الذي يقتل بشكل يومي. الائتلاف الوطني والمجلس الوطني والسفراء السوريين ثوريين في المناطق الغربية قدموا ما يستطيعون من ضغوطات على المجتمع الدولي من أجل فقط حظر للطيران، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك لحد هذا الوقت حتى على مستوى السلاح الذي يقدم هو سلاح فردي وسلاح تقليدي، لم يقدم سلاح النوعي إلا فقط صواريخ التاو من فترة وجيزة ولم يكن من في بداية التاو. نعم، كانت هناك تصريحات من هنا وهناك في مجلس التعاون الخليجي على أساس أن سوريا هي ربما المرحلة القادمة في هذه الحرب يعني بعد اليمن، ولكن ما هو رسمي الآن هو دعوة إلى مؤتمر للمعارضة السورية في الرياض قريبا، هل هذا يعني شيئا ما بالنسبة لكم سيد النقيب؟ نحن بعد القرار الحاسم الذي اتخذه الملك سلمان حيال اليمن نأمل أن يكون هناك مؤتمر للمعارضة بأسرع وقت في المملكة العربية السعودية بالرياض، وأن يرعاها الملك سلمان من أجل اتخاذ قرار حاسم كما اتخذ قرار في عاصفة الحزم. نتمنى أن يكون هناك قرار عاصفة الحسم لإنهاء وحسم هذا النظام المجرم بشار الأسد ومن يدعمه من إيران وغيره. وأتوقع أن الجميع يعلم أن في حال سقوط سوريا لا سمح الله بيد إيران وحزب الله، وبالتالي سيكون الخطر جسيم على الوطن العربي عامة وعلى دول الخليج خاصة. أشكر. نحن نعم. ندعو للملك سلمان لأن يكون هناك قرار سريع من أجل وقف معاناة الشعب السوري، وأن يكون هناك دعم عسكري سريع ونوعي للأسلحة من أجل إسقاط النظام ووقف معاناة الشعب السوري. أشكرك شكرا جزيلا السيد النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش الحر، كنت معنا من تركيا، شكرا جزيلا لك. وأعود إليك دكتور وليد سفور، يعني المؤتمر الذي دعت إليه الرياض أو دعت إليه أمانة مجلس التعاون الخارجي ويقال سيعقد قريب للمعارضة السورية تبع بجملة مهمة جدا وهي للنظر ولتحضير مرحلة ما بعد بشار الأسد، وهذا لم يكن يقال في الأدبيات السياسية لمجلس التعاون الخارجي إلا بعد عاصفة الحزم. هناك معطيات قد جمعت من هذه الحرب، هناك خبرات، هناك خطط ربما تم تنفيذها في اليمن وتمت يعني قراءة التقارير الواردة، الآن صاروا يتحدثون عن مرحلة ما بعد بشار الأسد، هل لهذا مدلول بين يدي هذه القوة الإقليمية في المنطقة لحد الآن ولو هي ناشئة، التحالف الذي أنشأته السعودية لتعديل الوضع في اليمن، أم أن القضية ربما مجرد أدبيات لطمأنة السوريين مثلما يعني الأمر هنا له شقان. الشق الأول هو الشق الداخلي،
الآن بشار الأسد لا يسيطر على أكثر من 18 إلى 20% من الأرض السورية، وهو يمنى بهزائم مستمرة. هناك تجمع للفصائل المعارضة مثل جيش الفتح في الشمال وجيش الفتح الآن في حمص وفي جيش الفتح في الجنوب، كلها تتجمع مع بعضها البعض وتتقوى ببعضها البعض، وكذلك يعني في الوحدة قوة هذه، وأدركت أنه بدون هذا التوحد لا يمكن أن يسقط هذا النظام. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني ما كان يعول على أن يكون هناك شيء يفعله بشار الأسد، كل الرهانات الخارجية والإقليمية سقطت. نعم. الشيء الأخير هو يعني الحلف الأخير أو التحالف الأخير الذي جمع بين السعودية وتركيا، الحقيقة يعني هذا حلف يعني قوة من المنطقة وقوة من كذلك يعني التوجه نحو التخلص من نظام بشار الأسد وبراميله المتفجرة. فهذه كلها مبشرات توحي، بالإضافة إلى أننا نرى كما يعني ذكرت في بداية كلامك تصريحات سامانثا باور، هي ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وسواها، يعني في أن خلص مرحلة بشار الأسد انتهت وعلينا أن نفكر فيما بعده. هذه كلها مؤشرات توحي بأن المرحلة المقبلة اقتربت والمرحلة الانتقالية في سوريا اقتربت. ولذلك يعني أنا أقول نحن لا نريد مشاورات في جنيف، لأن مشاورات جنيف الآن تطيل من أمد النظام وتدخله كعامل أساسي في هذا الموضوع. وأنا أوجه كلامي لكل المخلصين من الثوار ومن المجلس الوطني ومن الائتلاف أن لا يشاركوا في هذا المؤتمر التشاوري، لأنه لن يكون في صالح لا الثورة ولا المعارضة، يعطي دفعا معنويا لشبيحة الأسد ولنظامه، وفي نفس الوقت يعطي ضغطا سلبيا على الثوار على الأرض ويجعلهم في مصاف الذي قتلهم، ولا يمكن مساواة القاتل مع الضحية في أي حال من الأحوال. نعم، يعني هذا أنه الآن بدأ تتشكل أو يتشكل قطب إقليمي ربما تركي سعودي خليجي بصورة يعني عامة، هذا القطب هو الذي أوحى أو ربما أعطى رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بأنها باستطاعتها الآن أن تنتقل إلى مرحلة ما بعد الأسد باعتبار وجود ضمانات، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تغامر بإسقاط نظام ما لم تكن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن في تلك المنطقة والحفاظ على الإرث الأمني الذي بطبيعة الحال يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وربما بالدرجة الأولى كذلك الحفاظ على أمن إسرائيل. هل هذا يعني وارد؟ يعني الشعب السوري في المقام الأول يريد حريته وكرامته. نعم. والشعب السوري ليس معتد لا على الجوار من الدول الإقليمية ولا على الأمن العالمي ولا السلام العالمي، بل يريد أن يعيش بأمان واطمئنان مع جميع المسالمين، كذلك له حريته وكرامته في صد أي عدوان يأتي من أي حدود كانت. هذا هو الأساس الذي نقوم عليه نحن. وبالتالي يعني لا، أمريكا تعرف هذا الشيء، وكذلك روسيا تعرف هذا الشيء، لكن المصالح هي التي أوجدت هذه الصراعات وجعلوا من سوريا مكان للحرب بالوكالة. هذا يعني ما حصل. الآن الحلف السعودي التركي الخليجي أدرك أنه لا مصلحة للمنطقة ببقاء بشار الأسد ولا بنظامه ولا بتركيبته العفنة الفاسدة، لا بد من التغيير. والآن بعد كل هذه الضحايا الكبيرة التي منيت بها سوريا يعني وبوجود الملك سلمان، كان الأمر فيه دفعة إلى الأمام، ونأمل خيرا. نعم، هناك ورقة يعني خطيرة ومهمة جدا بيد الولايات المتحدة الأمريكية في تفاوضها مع إيران حول الملف النووي. الآن إيران تمول هذه الحرب في سوريا بطريقة أو بأخرى، تمول وتدفع أموال كذلك للذين يحاربون إلى جانب نظام الأسد
في إطار حزب الله، وحتى هناك من الشيعة يأتون حتى من أفغانستان وفيه تصريحات يتلقون أموالا من إيران مقابلة يعني حربهم إلى جانب الأسد ضد هذه المعارضة السورية. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهو ما يعطل هذا الاختراق من أن يتم أن تتم فصوله؟ لحد الآن لم يتم إغلاق مسألة الملف النووي، لم يتم ختم العقد أو الاتفاق الذي توصلوا إليه. هل هذا مرهون في نظرك يعني استراتيجيا بالحرب في سوريا والحرب كذلك في اليمن، وما يمكن أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية من إيران قبل أن تعطيها اتفاق النووي؟ إذا أتينا إلى هذه المفردات، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تقول لا علاقة لهذا الملف بتلك الملفات، نعم. لكن الواقع على الأرض أن لها علاقة وثيقة هذه الملفات ببعضها البعض. والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت يد إيران مفتوحة في سوريا من أجل أن تصل إلى اتفاق معها وتركتها، وأغدقوا عليهم الكثير من المديح، ونعرف تصريحات أوباما عن إيران وعن القيادة الإيرانية ومدى ذكائها ومدى كذا، وهي ليست بهذا الذكاء. نعم. الذي يقتل شيطان وليس ذكيا، الذي يقتل مجرم، والشيطان هو أذكى الناس لكنه في نار جهنم خالدا فيها، هذا يجب أن يكون واضح أمام الجميع. أنا أعتقد أن إيران الآن سوف تقف وتنظر إلى الموضوع، سوف تعرف أنها الآن دورها دور الولايات المتحدة في فيتنام، سوف تخسر كثيرا جدا، وسوف تراجع موقفها في النهاية، مع أن الورقة السورية بالنسبة لها ورقة استراتيجية. دعني أطرح هذا السؤال للدكتور وليد على ضيفنا الذي ينضم إلينا حالا، سيد خالد قمر الدين القيادي في التجمع الثوري السوري من لندن. الدكتور خالد، هل تعتقد أن إيران الآن في موقع ما كانت فيه أمريكا أيام الحرب في فيتنام، في آخر أيام الحرب في فيتنام عندما صارت هذه الحرب وبالا على أمريكا؟ الآن إيران كذلك تدفع ثمنا غاليا في اليمن، وتدفعه كذلك في سوريا على يد حزب الله وعلى يد كذلك الجنرالات الإيرانيين الذين لقوا حتفهم هناك. مساء الخير. مساء النور. أهلا. التشبيه بين أمريكا عندما كانت في فيتنام، كانت أمريكا دولة عظمى وإيران ليست دولة عظمى. أيوة. إيران هي عبارة عن لاعب عند المعلم الأمريكي، كما هي إسرائيل وكما هي اللاعب الصغير بشار الأسد في سوريا. هم يقومون بتنفيذ أوامر تعطى لهم من البيت الأبيض، هذه حقيقة. فلو أرادت إيران أن تلعب بالملف أمريكا، أول مفاعل نووي أعطي لإيران أعطي من أمريكا عام 1975. عندما العراق حاول ولم يبدأ، قاموا بقصف العراق، أما مع إيران فهم يفاوضوا، وهم ثبتوا حكم الملال في إيران. أمريكا ثبتت حكم الملال في إيران. من يعتقد أن أمريكا تتخبط الآن في سياستها في سوريا فهو خاطئ. أمريكا لها مشروع في المنطقة، ولها مشروع في المنطقة هي تخريب المنطقة واستنزاف المنطقة إلى أبعد درجة في سوريا. وهذا الخطأ الذي يقع فيه الجميع. في سوريا يوجد ثورة ولا يوجد معارضة، من أطلق كلمة معارضة هي أمريكا، والمعارضة يعني أنت تعارض على شيء تفاوض عليه. في سوريا لا يوجد حل سياسي، أمريكا تقول الحل في سوريا هو سياسي. في سوريا لا يوجد حل سياسي، في الثورات لا يوجد حل سياسي. وأتحدى من يعطيني من التاريخ ثورة واحدة انتهت في حل سياسي. هذا النظام المجرم في سوريا لن يبقى، لأنه في سوريا يوجد ثورة. بإمكان الغرب وأمريكا زعمتهم وروسيا، ويوجد اتفاق روسي أمريكا بالنسبة للوضع السوري على فكرة، لو أرادوا ولو عندهم حل ليقولوا لنا ما هذا الحل. هذه مسخرة ديمكسورة في جنيف، ويقول أنا أتشاور لآخر الشهر السادس فقط، تشاور وليس عنده خطة.
لكن هل يريد نعم. هل يريد هل كل هذا الوقت ليوقف البراميل المتفجرة على نعم. حلب؟ لا. هل يريد كل هذا الوقت ليطبق قرارات الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن الذي صنعها مجلس الأمن ونحن لم نصنعها؟ نعم. هذه قراراتهم. لكن الانتصارات الأخيرة سيد خالد الانتصارات الأخيرة التي شهدها كل العالم للمعارضة السورية داخل سوريا وهروب الجنود وعمليات بالقرب من القصر الرئاسي، كل هذا ربما غير الرأي الأمريكي تجاه الحرب في سوريا، وبدأ الآن يتكلم عن ضرورة سقوط نظام الأسد قبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. أليس هذا تطورا؟ لكن بفرض عامل الثورة وليس لنشاطات دبلوماسية أو غير ذلك. هل تسمعني أستاذ خالد؟ نعم تفضل، انقطعت عني فترة بسيطة ولكن تفضل. نعم، يعني لكن فيه تطورات في الموقف الأمريكي بعد الضربات الأخيرة للثورة السورية باختصار. الموقف الأمريكي يجب أن يتغير، والثورة ذاهبة إلى النجاح، شاء من شاء وأبى من أبى. عندما خرج الشعب السوري قال ما لنا غيرك يا الله، أصدقاء سوريا كانوا عبء على سوريا وطعن الثورة من الخلف، ولكن هذه الثورة ثورة صمود، ثورة بقاء، ثورة نصر، ولا يوجد غير ذلك. فمن يريد أن يقف مع الخاسر؟ نحن لسنا أغبياء، نحن أصحاب حضارة، ولسنا كاوبوي من أمريكا اللي ما عندهم حضارة، اللي ما صاروا 150 سنة طلعوا على وجه الأرض بعد ما قتلوا 20 مليون من الهنود الحمر. نحن أصحاب حضارة ونحن سنعلم التاريخ، ما يأخذونه بالغدر نحن نأخذه بحضارتنا وثقافتنا. هذه الثورة ناجحة، فليذهبوا إلى جنيف وإلى الرياض وإلى أي مكان وليلتفوا على الثورة. والله من لم يستطيعوا أن يأخذوه بقوة السلاح فلن يأخذوه بالحيلة والمكر والخديعة. حاولوا كل شيء، ولو باستطاعتهم أن يأخذوا الأمور بالسلاح لأخذوا. وقفوا تسليح الثوار عندنا في سوريا، قطعوا الحدود، ضيقوا على الناس، والثورة تتألق من شكراً. نجاح إلى نجاح، من انتصار. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد قمر الدين القيادي في التجمع الثوري السوري، كنت معنا من لندن. للأسف الوقت داهمنا، أشكرك ونلقاك مرة أخرى بحول الله. دكتور وليد سفور، كلمة أخيرة وباختصار جدا. يعني الكلمة الأخيرة هي أن النصر للثورة في سوريا وللشعب السوري، وعلى الرغم من كل الخمس سنوات التي مرت والمعاناة التي عاناها الشعب السوري، لكنه يدفع الآن ثمن الحرية التي ينتظرها الجيل الآتي. نحن نقول لكل القوى الموجودة على الأرض سواء في داخل سوريا أو في خارج سوريا في دول الجوار، انظروا إلى المستقبل، المستقبل للشعب السوري، وتضامنوا مع الشعب السوري. أن نقول لحسن نصر الله لن يفيدك شيء، سوف تخسر في نهاية المطاف. سنقول لأمريكا ستخسرين في نهاية المطاف. سنقول لروسيا سوف يكون هناك نقطة سوداء في العلاقة بينك وبين سوريا، وكذلك للغرب ولأمريكا، ما لم تصححوا مواقفكم وتدعموا الشعب السوري حتى ينال حريته وكرامته. شكرا جزيلا الدكتور وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا طوال هذه الحصة. أشكركم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في الحلقة القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.